أهلا بكم من جديد مشاهدينا في قراءتنا التالية. مقال اليوم، المقال يحمل عنوان أوهام الاستقرار في النظام الاستبدادي العربي لكاتبه الكاتب والباحث حسن أبو هنية. الأستاذ حسن معنا لنقاش مضامين هذا المقال، أهلا بك معنا أستاذ حسن. أهلا بك أستاذ جهاد وجميع المشاهدين، حياك الله. بداية تطرقت في الجزء الأول إلى فكرة نجاح أو عدم نجاح، وهو سؤالي هل نجحت الأنظمة السلطوية في تصدير فكرة أن الإرهاب الإسلامي الذي أسميته أنه يناظر الإسلام السياسي في فكرة أنها هي المسببة لعدم الاستقرار في المنطقة، هل نجحت الأنظمة في هذه الرواية؟ لا أعتقد، هي أكثر ما فشلت فيه هذه الأنظمة الاستبدادية هي بناء سردية مقنعة للشعوب، بدليل كل ما نراه لم يحدث استقرار، لا تزال المشاكل الجذرية التي ومسببات الاستبداد لا تزال حاضرة، ولكن نعلم بأن هذه الاختراع الذي اخترعته الأنظمة الاستبدادية تحت توسيع مفهوم الإرهاب بحيث بات يكافئ مع مفهوم الإسلام السياسي حتى الديمقراطي والسلمي، نرى كيف الهجمة بدأ يسيطر الحركات الإسلامية من خلال الفعاليات الديمقراطية بعد الانتفاضات على دول عديدة، ونرى أن هذه حركات ديمقراطية سلمية لم تنجو من هذا الوسم، بحيث أنه امتدت لتطال حتى حركة كانت ممدوحة من الغرب كحركة النهضة. نرى ما يحدث في تونس اليوم، اعتقال رئيس الحركة و كذلك رئيس مجلس الشورى ووضعهم بالسجون، وبالتالي هذه السردية التي تقول بأن الحركات الإسلامية هي مكافأة للإرهاب أصلا بضاعة لم تشترى لا من الغرب الذي هو رغم أنه سعيد بالمستبدين وهو داعم للمستبدين، ولكنه لم يصنف مثلا حركات الإسلام السياسي على اعتبار بأنها حركات إرهابية، فهذه السردية هي فاشلة تماما. ولكن ما نجحت في هذه الأنظمة هو الاستبداد، استخدام الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوتها السيادية والقانونية للتخلص من المشاكل العميقة تحت ذريعة الإرهاب، ولكن نعلم أن الأسباب العميقة للاستبداد هي لا تزال حاضرة. سأتي على الأسس الرئيسية لعدم الاستقرار بالمنطقة، لكن قبل ذلك، هل تعاطت الشعوب مع المصطلحات الجديدة التي صدرتها الأنظمة الاستبدادية تجاه الحركات الإسلامية؟ بمعنى إلى أي مدى الشعوب تساوقت مع فكرة الإرهاب لجماعات وسطية بفكرها أو جماعات بعيدة عن الإرهاب؟ كيف تعاطت الشعوب مع هذه الفكرة وهذه المصطلحات الجديدة لتلك الأنظمة؟ لا أعتقد الشعوب كما نراها هي ليست مقتنعة بهذه السردية على الإطلاق. هناك بعض النخب التي تحالفت مع هذه الأنظمة الاستبدادية أو بعض التوجهات المعادية للإسلاميين عموما على اختلاف توجهاتهم، ولكن الشعوب على العموم هي لم تشتري هذه البضاعة على الإطلاق، وهي تدرك أن مأساتها هي في طبيعة النظام الاستبدادي. ولذلك شاهدنا أنه بعد كل المحاولات بعد الانقضاض على انتفاضات الربيع العربي الديمقراطية المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية، شاهدت هي بنفسها أن هذه المجالات تضيق، بمعنى انغلاق للأفق السياسي، انحدار هذه الأنظمة إلى مزيد من الدكتاتورية الشمولية، غياب وقمع الحريات، قمع المعارضة، وبالتالي فشل سياسات التحول، أي عملية تحول ديمقراطي سياسي اقتصادي. وبالتالي شاهدنا انتفاضات موجة أخرى بدأت في السودان، في الجزائر، في العراق، في كل مختلف أنحاء العالم العربي، وأعتقد أن هذه الموجة على وشك التوسع. إذن هذه الأنظمة لم تعالج، هي أرادت أن تخلق سردية بديلة لوهم الاستقرار، تقول بأن الاستقرار هو ما يزعزعه هو الإسلاميين أو الإسلام السياسي، بينما نعلم أنه تاريخيا كانت هذه الحركات هي عامل استقرار. أشرت إلى الأسس الرئيسية، أشرت إلى ثلاثة أسس رئيسية لعدم الاستقرار بالمنطقة، والأنظمة الاستبدادية تقفز عنها أو لا تريد الاعتراف والإقرار بها، ما هي هذه الأسس؟ نعم، أعتقد بأنه أسباب الاستبداد هذا في العالم العربي هو استبداد مبني على ثلاثة أركان ظروف دولي كان بدأ
بنهاية الحرب الباردة والعولمة والهيمنة الأمريكية النيوليبرالية في نظام أحادي القطب، وهذا النظام تغول بشكل كبير وكان داعم للأنظمة الاستبدادية. وهناك الظرف الإقليمي الذي هو القضية الفلسطينية التي هي بدت بأنها يعني لم تعد على الإطلاق على أجندة هذه الأنظمة، وبالتالي دخلت في نظام في اتفاقيات تطبيع بدون ثمن، وبالتالي هذه القضية لم يعد أحد يتحدث عن حل القضية الفلسطينية، لا أساس الدولة ولا حل الدولتين ولا أي أمر آخر. والظرف الثالث هو الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية الفاسدة والفاشلة، وبالتالي قضية الديمقراطية والعدالة، وهذه أيضا زادت انغلاق، بمعنى الأنظمة العربية دخلت في مزيد من الاستبداد والأنظمة الشمولية وقمع الحريات وغياب الديمقراطية والفساد. وبالتالي هذه الظروف الجذرية التي تؤدي إلى الانتفاضات وعدم الاستقرار هي ليست بقيت كما هي، إنما يعني أصبحت أكثر تغول وأكثر سوء، بمعنى أن نشاهد التبعية ترسخت أكثر، الارتماء في أحضان المستعمرة الإسبانية اليهودية أكثر، وكذلك الاستبداد أكثر. وبالتالي هذه الأسباب الجذرية للكل يعلمها بأنها مسببة لغياب الديمقراطية والحرية والاستقرار في المنطقة، وهي على حالها، ونعلم بأنها ازدادت سوءا بالمراحل الأخيرة. نعم، في المقابل، وهنا أقتبس من العنوان أوهام الاستقرار في نظام الاستبداد العربي، مظاهر هذا الوهم الذي يعتقده النظام الاستبدادي العربي أنه موجود وأن الاستقرار موجود، ولكنكم تبالغون ولكنكم لا تريدون الاعتراف وما إلى ذلك، مظاهر هذا التوهم إن جاز لنا التعبير في رؤية النظام الرسمي حتى تكون الصورة واضحة من الجانبين. نعم، أعتقد أنه يعني النظام العربي، هو نعلم أنه بعد الأثمان انتفاضات العربية 2011 هو استخدم وسائل عسكرية وأمنية وقانونية تحت ذريعة حرب الإرهاب، ولكن وكان هناك نظام دولي داعم لهذا، وتوصلت السردية العربية بأنه يعني اشترت هذه البضاعة الكاسدة بأن الخطر في المنطقة هم الإسلاميين، وبالتالي سواء كانوا سنة مسلمين سنة ممثل الإسلام السياسي وتركيا، أو إسلام شيعي ممثل يعني بإيران، وبالتالي شاهدنا حرب كبيرة ومحاصرة قطر، لكن يعني هذه الحرب سرعان ما هو أدرك النظام العربي بأنها لا يمكن أن تستمر، وبالتالي عاد إلى استخدام الدبلوماسية، وبالتالي عادت العلاقات مع تركيا مع قطر، وكذلك الآن مع إيران، وكذلك مع إسرائيل. إذن يعني هو النظام اكتشف هذا وأراد أن الآن يقول بأنه يمكن يعني أن نحافظ على الاستقرار بشرط فقط بقي العامل الأساسي هو استبعاد الإسلاميين وعدم إدماجهم في الحياة السياسية، وبالتالي يعني الحفاظ على الاستقرار. لكن نعلم أن هذه الأنظمة تدرك، وهي أصلا يعني تدرك بأن النظام العالمي يتحول، لم تعد أمريكا مهيمنة، هناك الصين، دخلنا في مرحلة من التعددية القطبية، إسرائيل، اتفاقات التطبيع المجانية العربية التي خاضها الأنظمة العربية لم تؤدي إلى استقرار، على العكس ظهرت حكومات يمينية فاشية أكثر وتريد أن تصفي القضية الفلسطينية بالكامل، بمعنى تطالب بالحل النهائي وليس بحتى إدارة الصراع مع الفلسطينيين، وغابت أي إمكانية لحل القضية الفلسطينية، وازدادت الأنظمة استبداد وشمولية، وبالتالي لم يعد هناك أي حديث عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي. إذن أوهام هذا النظام العربي واضحة، وهو فقط يشتري الوقت، ولكن نحن نرى أن الأمور في إفريقيا، في آسيا، في جميع أنحاء العالم تتغير، ونرى في العالم العربي الآن السودان في حالة حرب داخلية، يعني انقلاب على الحراكات العربية، في الجزائر، في يعني بدأت ثم انطفت ثم ستعود، في العراق، في كل أنحاء العالم العربي ستعود هذه الاحتجاجات، لأن هذا النظام يعني استنفذ كل وسائله في محاولة خرق الاستقرار، خلق حالة من وهم الاستقرار باعتبار أن الإسلاميين هم أسباب عدم الاستقرار، لكن نرى أن فشل هذا النظام العربي، التبعية، قضية الفلسطينية هي قضايا أساسية لخلق الاستقرار. نعم، أشرت إلى حالة الإنكار المتكررة والمتكلسة في سلوك النظام الاستبدادي العربي. سبب حالة الإنكار وكل شيء أصبح واضح في ظل ثورة رقمية عالمية لم يعد فيها أي نظام أو أي حكومة أن تخفي أي شيء هنا أو هناك، توالي الإنكار رغم أن يعني ما جرى من سياسات على مدار 10 سنوات الماضية قد تكشف
كذبها بشكل واضح. بالتأكيد هو النظام العربي يتلبس به لأنه لا يريد أن يتهم نفسه. بالتأكيد يعني هناك حالة من النرجسية لدى الأنظمة الاستبدادية عموما وليس في العالم العربي، هذه الصفة وربما العالم العربي أكثر نرجسي. يعني شاهدنا قد يكون في الجابون عائلة تمتلك دولة لمدة 56 سنة ثم الشعب ينتفض ويطالب من التحرر من التبعية وهذا الاستعمار الجديد ويطالب بالديمقراطية تحول حقيقي. شاهدنا يعني في النيجر، في بوركينا، في إفريقيا، في آسيا، في أمريكا اللاتينية هناك إدراك، وبالتالي هذه الأنظمة لا تزال هي تعيش حالة من النرجسية. يعني لم يكن يتوقع بالتأكيد بونغو أن يتم مثل هذا الانقلاب بصرف النظر عمن يطبق. الأنظمة العربية لا تزال حتى ترى هذه التغيرات والتحولات هي في حالة إنكار وتلبس بحالة إنكار لهذه الحالة من النرجسية التي تعميها عن رؤية أي شيء غير ذاتها. يعني هو واقع في حب ذاتها وهي ترى أنها هي يعني السبب لبقاء هذه الدول ما تسمى الدولة الوطنية، وإذا ذهبت سوف تنتهي هذه الدول. وبالتالي أعتقد أن هذه الأنظمة لا تزال تتلبس بحالة إنكار وهي تشتري الوقت وتحاول أن تقدم يعني ذاتها بطرائق متعددة، لكن أعتقد أن الأمور سرعان، يعني الأمور الديناميكية باعتقادي بدأت وهناك تحول ديناميكية، تحول ديموغرافي. هناك مستوى الشباب في العالم العربي دون سن ال 24 أكثر من 30%، ودون 60 أكثر من دون 30 سنة أكثر من 70%. وبالتالي أعتقد بأن هذه التحولات سرعان ما تتكشف مع وجود كما ذكرت ثورة الإنفوميديا، ثورة الاتصالات، لم يعد يخفى أمر التحولات الدولية. أعتقد أنه مسألة الانتفاضات العربية وعودتها كما بدأت في السودان في الموجة الثانية، في العراق، في الجزائر، في ليبيا، في كل الدول ستعود. يعني أمر أعتقد مسألة يعني وقت، وربما وقت لن يطول بالذات مع التحولات الدولية. وبالتالي الحالة الإنكار شاهدنا عندما قامت أول مرة الانتفاضات كيف كان هناك حالة إنكار من النظام المصري، من مبارك، من زين العابدين، من علي صالح وكل الأنظمة العربية. هي الآن مرة أخرى تتلبس، لا تريد أن تعترف بأن هناك مشكل وأن المشكلة في طبيعة هذه الأنظمة الاستبدادية وتصوراتها حول القضايا المحلية والإقليمية والدولية. نعم، أشرت أستاذ حسن في حديثك إلى أن هذه الأنظمة استنفذت كل الطرق والوسائل للبقاء في مكانها ولقمع أي صوت معارض لها، في ظل أيضا كما ذكرت أن المشكلات التي قامت عليها انتفاضات 2011 قد تجذرت أكثر هذه الأيام. إذا ما شكل المواجهة المستقبلية إن جاز لنا التعبير وقد استنفذت هذه الأنظمة كل الوسائل لقمع حراك وحركة الشارع؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ ما طبيعة المواجهة وشكل السلاح الذي سيستخدم؟ أعتقد بأنه حتى سلاح أنه رد كرت، تعلم أنه كثير من الأنظمة هربت باتجاه نوع من التحايل، إعادة بناء السلطة من خلال المجالس العسكرية ثم التنازع بينها كما يحدث الآن في السودان ومن قبل يعني المجلس العسكري ومن قبل في مصر وكذلك في دول. وبالتالي أعتقد أنه هذه المرة نعلم أنه يعني الشعوب تراكم خبرات، هي أصبحت تعلم يعني أسلحة هذه الأنظمة باستخدام أحيانا يعني سلاح القمع والأسلحة الأمنية والعسكرية وأحيانا القانونية، أصبحت أكثر وعيا والدخول في يعني نوع من المساومات مع هذا النظام. أعتقد أن الشعوب أباتت أكثر قدرة ولكن الشكل سيكون بالتأكيد أوسع. يعني هذه المرة أعتقد أن الانتفاضات ستكون أوسع وأيضا أسبابها لأنها يعني عديدة، يعني أسباب متجذرة كثيرة سواء متعلقة بالجانب السياسي الانغلاق أو الجانب الاقتصادي الفقر والبطالة أو الجانب يعني الدولة القضية الفلسطينية الإقليمية. ولذلك أعتقد بأنه هذه المرة يعني من الصعب أن تنجز أو تتحايل مرة أخرى. يعني رأيت أنت في السودان هو ثمرة، بمعنى لم تستطع أن تتحايل على هذه المجالس وعملت مجازر لكنها دخلت في صراع مع نفسها يعني في النهاية، وهذا الصراع سيفضي في النهاية إلى إضعافها وبالتالي ستضطر إلى تقديم تنازلات. أعتقد في العالم العربي سيضطر إلى فعلا يعني الدخول في مرحلة من التحول القسري والإجباري، يعني لن تنفع لا وسائل القمع ولا وسائل الترفيه أيضا، استخدام إلهاء الشعوب بقضايا يعني جانبية أو التجنب أو تجاوز القفز على القضية الفلسطينية وكأنها غير موجودة. هذا أمر غير ممكن على الإطلاق. وبالتالي أعتقد أنه الأجيال الشابة الآن التي كان
يعني صغيرة عندما لم تشهد أو لم تكن على وعي بما حدث في 2011 في الانتفاضات الأولى، الآن أصبحت أكثر وراكمت نوع من الوعي وأصبحت أكثر دراية. وحتى الحركات الإسلامية التي سيستنجد بها النظام العربي مرة أخرى لعمل هذا الإسمنت الذي كانت تعمل طوال عقود، لن تجد لها يعني بهذا السهولة، بمعنى أنه يمكن أن تمارس نوع من الألاعيب. أعتقد هذه الحركات الاجتماعية راكمت من خبرة وكذلك كالشعوب، وبالتالي أعتقد نحن سندخل ربما في المستقبل ليس البعيد في موجة من الانتفاضات ولكن تحولات أكثر حقيقية وجذرية. كل الشكر لوجودك معنا الكاتب والباحث حسن أبو هنية ضمن نقاش مقالك أوهام الاستقرار في النظام الاستبدادي العربي.